سؤالك الأول، الحقيقة الحكومة العراقية تتحمل دور كبير، والإعلام العراقي يتحمل أيضا دور كبير جدا. ليش؟ ليش الإعلام؟ عمار ليش الإعلام؟ شنو علاقة؟ الله وكيلك، أنا يمكن خلال شهرين أسأل المخرجين تمام، أول ما أبدي الحلقة أصيح يابا لبسوا الكمامة، لبسوا الكمامة، جيبوا الكمامة، حطوا الكمامة، الناس ماتت وأحبابنا دا يموتون في كل حلقة بشكل يومي. تفضل، ما نتحمل احنا. تمام، احنا في بريطانيا مثلا رئيس الحكومة البريطانية يوميا يطلع رئيس الوزراء او وزير الصحة في مؤتمر صحفي يوميا. نعم، مؤتمر صحفي مع الصحافة. الاعلام في بريطانيا سكاي نيوز، البي بي سي، اي بي بي، جميع القنوات اذا تحدثت تفتح التلفزيون بس كورونا فيروس فقط، يستضيفون ناس خبراء، ناس بالطب المجتمع، ناس بطب الأسرة، توضيح مشاكل هذا الفيروس، صعوباته. المجتمع، الإعلام هو الموجه للمجتمع. الإعلام العراقي يتحمل دور كبير الحقيقة، والمفروض الآن يكون له دور أكبر. الحكومة دورها أكبر لازم يصير في توعية المجتمع. إحنا مجتمعنا العراقي مجتمع الناس بيه فقراء كثير، مستوى الثقافي ايضا نزل عن قبل 15 20 سنه، بحاجه الى كلام اكثر، توضيح اكثر، حتى تصعد انت بوعي المجتمع. وعي المجتمع هو مهم، وعي المجتمع هو مهم، لان احنا عندنا اداره الازمه مع وعي المجتمع. اذا صعدنا منهم راح نقلل دخول الناس الى المستشفيات، راح نقلل الاصابات، لان احنا عندنا وزاره الصحه ضعيفه، قدراتها ضعيفه، امكاناتها ضعيفه، المستشفيات ضعيفة جدا. احنا النظام الصحي بالعراق عزيزي 80% قطاع خاص، 20% قطاع حكومي. انت قاعد تشوفها بالمستشفيات بالارقام، هاي بس القطاع الخاص، عفوا القطاع الحكومي، الارقام هاي الارقام وزارة الصحة، هاي القطاع الحكومي. القطاع الخاص اللي يتواصل مع الاطباء والمستشفيات الخاصة ما يسجلون. زادا عندنا اربيل سليمانية كردستان، ارقامهم اعتقد ارقامهم لا تدخل مع ارقام وزاره الصحه، اعتقد هذا الشيء.